شكرا للزميل الأخضر بالريش، وكذلك الشكر لضيوف في الاستوديو. إذن أيها الأحبة الكرام، من أجل اللقب 25 أمام نادي ليجانيس تغالف تلك الكرة خطيرة خطيرة، هنا كوتينيو وهنا الفرصة وبعدها السقوط، لكن عندما تلعب أمام فريق يضغط خطيرة خطيرة هذه الكرة وما زالت خطيرة، غير متسلل الوصول في الرواق الأيسر، عرضية عالية، جيرارد بيكاور إلى عثمان ديملي، هنا العرضية وهنا الاستلام وهنا الجول، جول يا سواريز، ماذا ضعت يا الأوروغواياني؟ خطأ سينفذ، كرة ستلعب باليسرى باليسرى باليسرى، الله 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 الله، لا تستغرب لا تتعجب، هذا ميسي وسط الملعب، نعم بهكذا أهداف وبهكذا كرات تعودنا أن نشاهد الجمال، تعودنا أن نشاهد تمريرة إلى كوتينيو، ميسي ميسي الثاني الثاني، الله 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 الله، أوه يا ميسي، هذا ثاني الأهداف بروعة كل الأهداف، يا سلام التي يسجلها دائما. نعم نتحدث عن ميسي وما يقدمه داخل أرضية الملعب، هنا أتى الثاني وهنا أتى الأمان وهنا أتى الضمان وهنا أتى الاطمئنان.